انه الدولة بيتم تميمها ما نقولش خايفة، ولكن ساكت على تجاوزات المكتب الجامعي اكثر شيء. قلت لكم راهو في هالملف هذا وفي هالعقد هذا الجامعة باش تدخل فوق الستة مليار دولار على ظهر الترجي وعلى ظهر الافريقي، لانه الترجي يحتفل بالمئوية نتاعه السنة، ولانه النادي الافريقي يمر بصعوبات. نزيدك اكثر من هكا سي صالح وسي كمال، كان انتوما انا مش لهنا يعرفوني انا انتمائي للترجي الرياضي التونسي وافتخر بذلك، ولكن النادي الافريقي اخي يقولوا اللي خلصوا لها الخطايا الماليه نتاعها. نحب ناكد لكم وهاو سي كمال لهنا ينجم ياكد، فلوس النادي الافريقي هذيك هي فلوس الكوب دي موند اللي ما تعطاتش للنادي الافريقي، واللي قاعدين نتمزاو بها على النادي الافريقي ونقولوا راهو خلصوا لكم في الخطايا نتاعكم، هي فلوسهم. تعرف اللي النادي الافريقي عندها خمس سنوات او ست سنوات الى حد هذه الساعه لا تمتعت لا فلوس جامعه ولا فلوس البروموسبور ولا فلوس تلفزه ولا حد شيء، وقت اللي كان الرئيس السابق. معناتها هذه كلها فلوس نتاع النادي الافريقي، يلزم يجي نهار وتاخذها. معناتها الوضعيه اللي وصلت لها راهو النادي الافريقي نتيجه زاده الظلم اللي قاعده تتعرض له الترجي.